أظهرت برقيات تخص وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين دبلوماسيين كانوا قلقين بشأن إجراءات السلامة في أحد مختبرات الفيروسات في مدينة ووهان الصينية التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية تنظر في تقارير غير مؤكدة تقول إن الفيروس تسرب من أحد المختبرات. وبحسب صحيفة الواشنطن بوست فإن الدبلوماسيين كانوا قلقين من أن بحثا يجريه المختبر حول فيروس كورونا لدى الخفافيش قد يؤدي إلى وباء جديد يشبه وباء سارس. رأت منظمة الصحة العالمية أن بلدانا عدة ستضطر إلى مراجعة حصيلتها لفيروس كورونا المستجد على غرار ما فعلته الصين التي أعلنت الجمعة 1290 وفاة إضافية في ووهان. وثمت عوامل عديدة تعيد إحصاء الأعداد الفعلية للإصابات والوفيات جراء وباء كوفيد-19، ومنها الضغط الشديد على عناصر الطواقم الطبية الذين تبقى أولويتهم الاهتمام بالمرضى والمصابون الذين يقضون معزولين في منازلهم وحجم الإجراءات البيروقراطية المطلوبة.